وينضم معنا من اسطنبول الدكتور يحيى الطائي الناطق باسم هيئة علماء المسلمين في العراق. مرحبا بكم دكتور. بداية، ما الذي دفع ممثل بعثة الأمم المتحدة في العراق إليس وولبول للإشادة في عمل مفوضية ثبت اشتراكها بعملية تزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة منذ عام 2003 إلى الآن، مع شديد الأسف، بعثة الأمم المتحدة فقدت مصداقيتها لأنه لم تتوخى الموضوعية في كل ما طرحته. وما صرحت به إليس وولبول هو جزء من عملية تبييض العملية السياسية، وجزء من عملية تلميع هذه العملية الفاشلة بكل المعايير. وقد ثبتت فشل هذه العملية والتزويرات التي حصل فيها، يعني بأدلة كثيرة من داخل العملية السياسية ومن خارج العملية السياسية، من الذين اشتركوا ومن الخارج الذين اشتركوا. وحقيقة حتى في البيان تعمدت هي تضليل الرأي العام، حيث تجاوزت كل ما يعني ما حصل قبل العملية الانتخابية وأثناء العملية الانتخابية وما بعدها. فقط أشارت إلى أمور قد تكون هي سطحية، ومن هذه الأمور السطحية مسألة الأرقام والصناديق. طيب، ما قبل العملية الانتخابية حصلت أمور كثيرة جدا، من شراء أصوات الناخبين، من بيع تذاكر وبطاقة الناخب، من ترهيب الميليشيات للمواطنين من أجل وسحب البطاقات منهم، وخاصة من المهجرين أثناء العملية الانتخابية نفسها. طيب دكتور يحيى، عفوا للمقاطعة، يانكوفيتش ممثل منظمة الأمم المتحدة في العراق، هو عندما بارك للعملية الانتخابية أو لهذه السلطة بعمليتها الانتخابية، أيضا ألمح إلى التشكيك بقضية النزاهة هذه الانتخابات. كيف لنائبته أن تتحدث بأمر مخالف؟ هو هذا يعني المفصل الحقيقي الذي قلنا قبل قليل، بأن الأمم المتحدة فقدت مع الشديد للأسف مصداقيتها وموضوعيتها في أكثر من مجال. وهذا أيضا دليل يضاف إلى الأدلة السابقة على أنها أصبحت آلة بيد الإدارة الأمريكية من أجل تبييض العملية السياسية وتلميع صورتها. وإلا يعني الأدلة الكثيرة وردت يعني ويشار لها بأنها هذه العملية الانتخابية عملية فاسدة وعملية فاشلة، وما رافقها من حرق لصناديق الانتخاب وكسر جزء من أجهزة العد والفرز. يعني الأدلة كثيرة ربما كالشمس في رابعة النهار. دكتور، إلى أي مدى هذه الإشادة تحبط الشارع العراقي، الشارع الذي ينتفض الآن في محافظات الجنوب؟ في الحقيقة الشارع العراقي طبعا هذه التصريحات ربما يعني يتندر عليها وربما يتخذها سخرية، لأنه هو عاش واقعة الانتخابات وعاش كل الأحداث التي رافقتها، وهو المواطن أصبح يبث صور عبر تسجيلاته على بكاميرته الخاصة أو بكاميرة الموبايل وغيرها، الأمور التي أثبتت عمليات التزوير وعمليات الانتهاكات التي حصلت. لكن هي هذه نائبة رئيس البعثة أرادت أن تسوق هذا الأمر إلى خارج حدود العراق، إلى الدول الأخرى، حتى تعطي صورة بأن العملية لا زالت سليمة ولا زالت تجري يعني تحت رعاية الأمم المتحدة. طيب، بالرجوع إلى حوادث تزوير الانتخابات والفساد والدمار الهائل، دكتور، ما هي الأسباب التي أدت إلى وصول العراق إلى النقطة التي نراها فيه الآن؟ بالتأكيد أخي، يعني القواعد الغير سليمة دائما تنتج هكذا بناء هش ينهار، لأنه أصل العملية السياسية لم يبنى على قواعد سليمة، وإنما بني على قواعد فاشلة، بني على قواعد تقسم الشعب العراقي إلى إثنيات وعرقيات، وتقسم الشعب العراقي على أساس الانتماء للطائفة. وحتى ما يعني كل العمليات الانتخابية التي جرت تحدث بمسلسل ربما يتكرر، وهو عملية تجيش طائفي للطوائف، تجيش عرقي للأعراق، وبالتالي بعد ذلك تفرض صناديق الانتخابات عملية مبنية على أسس غير سليمة لا يمكن أن تنجب مشروعا وطنيا ينقذ العراق وينقذ الأمة. بهذه النقطة تحديدا حضرتك فتحت الموضوع دكتور يحيى، يعني دائما ما نطرح المشاكل ولكن نادرا ما نطرح الحلول. ما المشروع البديل إذن للعراق؟ هل يمكن المراهنة على الحراك الشعبي مرة أخرى في إجراء تغيير في البلاد، خاصة مع تاريخ التعامل الحكومي مع المظاهرات؟ وكذلك
هناك من ينتقد بأن هناك غياب للقوى الوطنية عن الساحة العراقية، هل هذا الكلام صحيح؟ لا أبدا، لا يوجد غياب، إنما هذه القوى غيبت قسريا. نعم، غيبت قسريا، وإنما هي موجودة بالشارع، والدليل على ذلك ما حصل في الانتخابات وعزوف الناخبين. هذا لم يأتي من فراغ، ثم أن الشعب العراقي الآن أكثر وعيا. نعم، نعول على الانتفاضة الشعبية، على انتفاضة أهل العراق جميعا، على هذا الواقع الفاسد الذي لم يجري منه العراقيين سوى الدمار والخراب طيلة السنوات التي منذ عام 2003 إلى الآن. لم يجد المواطن العراقي أي شيء، فقد الأمن، فقد الأمان، فقد الخدمات، فقد كل مستلزمات الحياة، بل فقد حتى سبل العيش الكريم. شكرا جزيلا دكتور يحيى الطائي، الناطق باسم هيئة علماء المسلمين في العراق.